الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا كما قلنا مع أحاديث المعاملات حتى ننتهي من كتاب البيوع كاملة بإذن الله من كتاب عمدة الأحكام. عمل أهل خيبر. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه خيبر، تعلمون أن اليهود قد خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه، وهؤلاء لا عهد لهم ولا وعد، فبين ذلك الله جل وعلاه وقد وصفهم كما قلنا بديع الوصف. ومنهم من اهل الكتاب من انت امنوا بقنطار لا يؤدي اليك، ومنهم من اهل الكتاب من انت امنوا بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما. واليهود قد يعني قدحوا في الانبياء، وايضا ارتقوا في السب في الله جل وعلاه، نعوذ بالله من الخزلان. فاليهود، النبي صلى الله عليه وسلم من خطأ اليهود وخيانة اليهود يعني حاصر أهل خيبر وأراد إجلاء أهل خيبر، واستعصت خيبر بعدما تحصنوا، استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا. بعدما دب اليأس في قلوب بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا الصحابة: لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. بات الناس يدوكون، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا اليوم. وكان المغزى من ذلك أنه سمع رسول الله بالجزم يقول: رجل يحبه الله ورسوله، بالجزم ويحب الله ورسوله، فنفى عنه النفاق ووسمه بالإخلاص، وأيضا بشره بأن الله يحبه ورسوله أيضا. فلذلك قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. فلما جاءوا الجميع يتمنى أن يكون أميرا على الجيش الذي سيفتح عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ هذا العلماء حتى يقولون يؤخذ من هذا أن الإنسان يعني حتى وإن لم يأخذ بالسبب ما قدر عليه لابد أن يكون. شوف، علي لم يسعى إلى هذه المسألة، وكان نائما في بيته متعبا، حتى أنه قالوا أنه أرمض يعني في شيء، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى به ونفخ فيها فكانت أفضل من الأولى. ثم قال يعني: انفض على رسلك. فلما ذهب نداه النبي صلى الله عليه وسلم فما استدار وقف، قال: أن أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب المشهور المعروف أن يدعوهم إلى الإسلام. الغرض المقصود يعني كان في خيبر من اليهودي الجلد الصلب المقاتل الصلب مرحب، صح؟ مرحب طبعا. وعلي بن ابي طالب لما قال: انا متذكر الايات كلها، ان علي بن ابي طالب قال: انا الذي سمتني امي حيدره كليس غابات كريه المنظره، الى اخر الايات، المهم ان الى اخر الابيات. فضربه علي بن ابي طالب، اختلف في الضربه، فضرب علي بن ابي طالب فقتله رضي الله عنه وارضاه، وفتح باب الحفظ الذي تحصنوا فيه، يقال انه لا يفتح الا بثلاثين رجل، فتحه الله على يدي علي بن ابي طالب، ثم فتح الله عليه خيبر. فاهل خيبر اهل الزراعه، وكان اهل الاسلام بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحق عند الجمهور انه فتحها عنوه، وايضا جزء منها كان صلحا، يعني تنازل اليهود وكانت مصالحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الارض لاهل الجهاد ما استطاعوا زرعها، والذين يختبرون يعني يخبرون هذا هم اليهود، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا
في الأرض وفي الثمر وفي النخل وهم ينفقون بذلك، والخارج من الأرض يكون على المشاطرة على النصف بين أهل الإسلام وبين اليهود. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صالحهم بالتوقيت، قال على ما شئنا. ولذلك كان لعمر أن يجليهم فأجلاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما شئنا. فالغرض المقصود العلماء استنبطوا من هذا الحكم المصالحة على المعاملة على ما يخرج من خيبر شرط خيبر، قالوا هذه دلالة على المساقاة. بعض العلماء قالوا هذه المساقاة ومنعوها، منعوها، قالوا هذه المساقاة إجارة بأجل بأجرة مجهولة، والجهالة غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، فقالوا لا تصح. والصحيح الراجح أن عقد المساقاة غير عقد المؤاجرة، عقد المساواة ليس عقدا للإجارة، بل هو عقد من عقود الشركات. عقد المساقاة ليس عقد إجارة، بل هو عقد من عقود المشاركات. العلماء اختلفوا في هذه المسألة خلافا عريضة فنبينه اليوم إن شاء الله. الأحناف قالوا المساقاة لا تجوز من أكثر من وجه، إنهم قالوا عقد إجارة فيها جهالة فلا تجوز. وأجابوا عن معاملة سلم لأهل خيبر على الشطر، على الشطر ما يخرج، قالوا بإجابات. الإجابة الأولى قالوا هذا الحديث يخالف الأصول. طب ليش مخالف الأصول؟ إيش الأصول التي خالفها؟ قالوا أولا من الأصول نهى سلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، وهذا الثمر بيع قبل بدو صلاح في نفس المعنى. قالوا أيضا من الأصول أن بيع المعدوم لا يجوز، وهذا أيضا معدوم، ثمر ما جاء إلى الآن فكيف يعامله على الشطر وهو غير موجود، جعله أجرة وهي غير موجودة أصالة. قالوا ويلف الجهال، فهي إجارة مجهولة. فكل هذه مخالفات الأصول لرد الحديث على ما قال الأحناف. وأيضا ردوا الحديث بأن خيبر فتحت عنوة فلا مشاركة هنا، لو قلتم المساقاة مشاركة، مشاركة لا، ليست مشاركة، لأن خيبر فتحت عنوة ومعنى أنها عنوة إذن هي ملك لمن؟ للمسلمين، فليست مشاركة، هي إجارة على ما قلنا. والقول الثاني وقول الظاهرية قالوا المساقات لا تجوز عموما إلا في حالة واحدة، في التمر فقط، في التمر، لأن خيبر كانت إيش؟ ثمرا. حديث بلال مشهور جدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتمر كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نبيع الصعب الصعين إلى آخر حديث. لكنهم قالوا المسألة هنا نقف عند أهل الظاهر، يقفون عند الظاهر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر يبقى في التمر فقط، نقف عنده ولا يتعدى الأمر غيره. الأمر الثاني مع أن الأصول تخالفه من أصل الحل ما ندل على الحرمة. القول الثالث هذا قول الظاهرية، القول الثالث هو قول الشافعي، قال بقول الظاهري المساقاة تجوز في التمر وفي الكرم، زيادة على الظاهرية بإيش؟ بالعنب. ليش؟ قالوا لنا بحثنا في الأصول فوجدنا أغلب الأحكام يشترك فيها الكرم مع التمر، أغلب الأمور في النخل والثمر كانت الأحكام مشتركة فيها الكرم، والشرع جاء، وهنا وجهة النظر، الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. القول الرابع الحنابلة قالوا هي جائزة في كل ما له ثمر مأكول، يبقى إذا البرتقال يصح، المانجو يصح، العنب يصح، التمر يصح، كل ثمر مأكول جاز. وهؤلاء وسعوا على الشافعية بأنها لما جازت في ثمر في التمر إذا جازت في مثله، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، يبقى لابد أن نقول بأن الكل يجوز. مفهوم الكلام؟ جيد. القول الخامس قول المالكية، وهذا القول هو أوسع المذاهب. قالوا بأن المساقاة جائزة في كل شيء، المساقاة جائزة في كل شيء. وجهة نظر المالكية قالوا نحن ننظر المساقاة جاء الجواز من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية،
صحيح؟ قالوا وإذا سألنا في المساقاة وجدنا بحق، إن كانت أجرة فالأجرة يكتنفها إيه؟ الجهالة، يكتنفها الجهالة، حتى الجزء المشاع، لأن المساقاة على الشطر على الربع على الثلث فيها ما فيها من الجهالة، حتى لو كان جزء مشاع فيه جهالة. قالوا والجهالة الأصل فيها المنع، فلما رخص فيها مسلم سألنا لما يرخص، تكون الإجابة الحاجة. ممتاز محمد، الحاجة، فإن كانت الحاجة فسمى الحكم، فإذا سنقول الحاجة في الناس في التمر، الحاجة في الكرم، الحاجة في البرتقال، الحاجة في كل ثمر وزرع. لذلك قالوا نحن نقول بالجواز عموما، والصحيح الراجح هو قول المالكي، وهذا القول هو قول أيضا للشافعي، هذا قول أيضا للشافعي القديم، والصحيح الراجح أن القول الأخير هو القول الراجح الصحيح. أما الرد على الأقوال الأخرى، أما الأحناف، لأن الأقوال الأخرى تتفق مع المالكية والشافعية في بعض الأقوال، أما قول الأحناف فكلامهم غير مقبول، مرذول مردود. كيف يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مخالف للأصول؟ الرد ردا واحدا، ألا وهو الحديث أصل بذاته، فلا يقال خالف الأصول، فلا يقال خالف الأصول. أما قولهم فهو بيع للثمرة قبل البذور، قلنا لا، القياس هنا قياس مع الفارق، لأن الثمرة موجودة مفهوم، وهذا بيع وشراء، وأما هذه فكانت معاملة أخرى، عقد مشاركة، فالقياس عليها قياس لا يصح. وأما إذا قالوا بأنها إجارة مجهولة، قلنا نتفق أن الجهالة تدخل في المشاع لكنها يسيرة، والقاعدة عند العلماء اليسير يغتفر، اليسير يغتفر. وقالوا ما الذي جعله يغتفر؟ قلنا حاجة الناس، حاجة الناس إليه جعلها تغتفر، لأن المصلحة أعظم، ويكون بهذا هو الراجح الصحيح في مسألة المساقات. قول المسلم أو قول عبد عمر، قالوا بشطر ما يخرج منه، قالوا بشطر ما يخرج منه، هذه يعني فيها رواية أخرى بأن العمل، يعني قال بشطر ما يخرج منه أنهم يعملون في الأرض، فيها دلالة على أن المساقاة صورته، أن صورتها أن العامل ينفق على النخل، ينفق على الثمرة، والخارج يكون بالشطر. والصحيح التفصيل في هذه المساقاة أن ينفق العامل على ما يصلح الثمرة، وإن كانت النفقة لإصلاح الأصل، إيش الأصل؟ الأرض، الأرض اللي هي تحمل النخل هذا، لو كانت النفقة تعود بالمصلحة على الأرض هذه ينفقها صاحب الأرض. ليش؟ لأن الإجارة أو المساقاة ستكون على مدة محدودة، 3 سنوات ويمشي، يبقى الماء أنفقه في الأرض من الذي ينتفع به؟ صاحب الأرض، يبقى لابد صاحب الأرض هو الذي ينفق عليه. فإذا النفقة التي بها إصلاح الأرض تكون على رب الأرض، وأما النفقة التي يكون بها إصلاح الثمرة اللي فيها المشاطرة تكون على العامل. والدليل أن اليهود كانوا يفعلون ذلك، عاملهم على شطر ما يخرج من الأرض. هذا بالنسبة لمسألة المساقاة. المسألة الثالثة، قول المسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا، قال نقركم على ذلك، على هذا التعامل ما شئنا. استدل بها الظاهرية استدلالا عظيما على شيء معين، ايش هو؟ ايش اللي ممكن تفهموه من الاستدلال؟ الظاهرية هيستفيدون من هذا استفادة في امر معين مهم، ايش هو؟ نقركم الى ما شئنا. خلاص، هو قول واحد، ممتاز، جزاكم الله خير. الجهرية قالوا، الظاهرية قالوا يجوز الإجارة إلى أجل مجهول، لأنه قال إلى ما شئنا، متى نعلم بقى مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده عمر بن الخطاب هو الذي أجلاه، صحيح ولا لا؟ فالصحيح في ذلك أن نقول الظاهرية لما قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا، قالوا تجوز الإجارة لأجل مجهول. يعني لو رجل استأجر بيت، وطبعا قول الظاهرية هنا ينفع جدا من أصحاب الإيجار القديم، عشان يبقى مخرج لهم بدل المظالم اللي هم فيها. واحد طبعا في بناية بيدفع 15 ساغ في 5 شهور،
صح كده، أربع غرف وخمس غرف، وطبعا صاحب البيت هيقبل رجل أبنائه وأحفاد أحفاده. يا عم خد 5000 بطل 10000 مفيش، ممتلك، وهذا ظلم باين ما يجوز. وطبعا لو قلنا بقول أهل الظاهرية، طبعا لو قلنا للعوام هذا الكلام كلهم هينتحلوا مذهب من، وتلاقي كتاب المحلة له رواج عظيم جدا في الشوارع، الناس كلها هتبيعه وتوزعه. عامة هو فهم فهموه وهو خطأ منه، فهم فهموه وهو خطأ منه، لكن لا نلوم هؤلاء أنهم أخذوا ذلك من ظاهر الحديث معه، ظاهر الحديث معه، لكن أنا أقول ظاهر الحديث يخالفه إيش؟ أصول جاءت من أحاديث أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر قاعدة كلية، والغرر جهالة كم وجهالة كيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وعندنا قال نخرجهم إلى ما شئنا، فنقول لا، هذه المسألة ليست على أجل الإيجار أو المساقاة، بل هذه المسألة على إيه؟ على طول المكس منهم. يعني نقركم حالة كونكم ماكثين في أرضنا التي فتحناها ونملكها إلى إذا شئنا إلى ذلك، ما شئناش يبقى انتهى الموضوع. المساقاة متى سيحدث الحصاد؟ الشهر القادم، بعد الشهر القادم نطلع. فهمتم؟ يبقى إذن معنى الحديث نقركم يعني في المكوث في الأرض مش في المعاملة. يبقى كان السياق، وإن كان السياق على المساقاة، لكن هي المسألة جاءت على العموم أنه فتح خيبر، فلذلك قال نقركم ما شئنا. يبقى المسألة نقر بقاءكم في الأرض ما شئنا، وليس المقصود بها الإيجار أو أجل الإيجار، ولأن أجل الإيجار عندنا أصل أصيل وقاعدة كلية عامة، ألا وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعتملوها في أموالهم تصريحا لما بيناه أولا، لأنهم هم الذين ينفقون، لكن النفقة بالتفصيل، نفقة على الثمرة تكون من العامل، نفقة على الأرض لا تكون إلا من رب الأرض. هذه المسألة المساقاة قد قال بها بعض المعاصرون على جواز مسألة أجرة السيارات. كيف أجرة السيارات اللي بيتعامل به الناس الآن؟ رجل عنده سيارة ملك فيؤجرها لسائق، السائق طبعا الإبرة والصاروخ هيصعق اليوم ومش عارف ايش هيفعل، بيعطها له على الربع من الخارج. مش ده بيحصل؟ ما هي اليوميات؟ ايش اليوميات؟ الطرف، الطرف ايش بياخد ده؟ اسبرس. من 7 ل 4. ده انت بتديله اجره معلومه، ممتاز. لا نعم، صاحب العربيه بياخده حنيئا وقاعده في الحرام يا ابن وسيروس. نعم، لا انتهى الموضوع، ما فيش مذبحه التكاسي، لا ما ينفعش. هذه اجاره مجهوله. عامه من قال بجوازها كان الاصل عنده المساقاه، من قال بجوازها كان الاصل عنده ايش؟ المساقاه، وقال بها الحنابله تعدوها الى غيرها، لكن الجمهور قال لا تتعدى لغيرها. لا انت انظر للخلاف في العلماء على الثمر، على التمر، على الكرب، لا تتعدى لغيرها. فهنا المساله صورتها ان المستاجر الذي استاجر السياره منه في اليوم بياخذ ربع الخارج او نصف الخارج او يعطيه 20 والباقي له، هذه اجاره مجهوله، هذه اجاره مجهوله. والفرق بينها وبين اذا قال نقيص على المساقاه، يا ابن حرام حرام عن بالك. يا محمود سوكا، ما انا تنافح عن ايش؟ جرى معلومة؟ لحظة، مش بتاخد ربع للخارج؟ يا جمال بس الراجل ده صادق عندي، راجل شافعي قديم نام على الكرسي بقول له اتوضى، قال لي لا انا عندي ممكن المقعدة، فانا شافعي قديم. يا جمال طيب الان مش بياخد ربع اللي طالع؟ اللي انا اعرفه على كثير من اصحاب التكاسي يفعلون ذلك. لو قال له ليك 50 في الطرف والباقي ليه بالبنزين والكلام ده عليك، هذه إجارة مجهولة وحرام. يا ربي ما انا عارف هو بياكل بلاش دلوقتي. يا محمود اسمعني، كم اجرتك في اليوم؟ ما اعرفش. بس اسكت انت،
كم وجد يا ربي؟ اللهم كن معي يا رب العالمين. لا لا لحظة. طب لحظة انا هقلب عليك السحر اللي بتسحر بيه. انت الان السيارة بتأجرها اليوم من الرجل باليوم بكام؟ ب50. البنزين على مين؟ اسمه على العمومي. عمومي على البنزين على مين؟ العربية الطارة وقعت، تعرف الطارة؟ العجل وقع على مين؟ أساس. اسمع اسمع، الجلدة بتاعت البنزين انقطعت على مين؟ لحظة لحظة، الراجل قال لي الطارة على السائق وجلدة البنزين على صاحب العربية. ما عرفش ده بقاله 140 سنة شغال سواق، ما عرفش هو ما عرفش آخر إنه يكون سواق. شوف شوف الحق الحق، اسمعني بس، لو كانت المسألة على إن هو بيؤجر التاكسي على على ربع الخارج هذا لا يجوز، ومن قال بأنها مساقاة قاس قياسا مع الفارق، لأن المساقاة فيها فارق جوهري على أن المساقاة من الذي يدفع؟ صاحب الأرض هو الذي يدفع ما يصلح الأرض، يبقى صاحب التاكسي هو الذي يدفع ما يصلح التاكسي، وصاحب السائق ليس عليه إلا البنزين فقط، فاهم؟ لأن البنزين ينزل منزلة إصلاح الثمرة، فاهم؟ ومال التاكسي ينزل منزلة صاحب الأرض، فهمت؟ لو كانت على ذلك وقال أنا بأؤجرها منه ب50، قلنا هنا انقطعت الجهالة بأنه أجرها في اليوم ب50. اسمعني بس يا حبيبي يا بابا يا أخوي، الآن ضرب العربية في الترماي في الترام الاتيكيت في الترام، مين بقى اللي بيهتم بيه؟ اسكت 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 بس عشان ده بينافع عن نفسه. حمودة سوكا على من ضربها في الترماي؟ اهو ده المؤجر المؤجر المضيق على البشرية بأسرها. تعال رمضان، تعال تعال، انت عندي ثقة امين في هذا الباب، لا يفلت من تحت يدك احد. على ايه؟ على المؤجر ولا على المستاجر؟ بس اسكت اسكت، هو ده مفيش غيره، ده محدش بيخرج من تحت ايده. الان السائق ضرب العربية في الترام، مين اللي بيدفعها؟ ما تبقاش فقيه بقى. من أصالة؟ المستأجر. في الحالات كلها انت بتسمع لأي حاجة، اتصل العربية ضربت الترمية، تقول له ايه؟ يا تنزل تحت الترمية يا تصلح السيارة. هو ده اللي بيحصل منه. فالحاصل انت لو فعلت ذلك ما يجوز لك، طالما هو بقى مستأجر وما فيش تفريط، فاهم؟ كلها ترجع عليك انت. جيد. لا لو مفرط هو يضمن، لو مفرط ماشي، بس لو هو مفرط يضمن، لكن مش مفرط كلها على المؤجر، لأن المسألة كلها بالانتفاع دون تفريط ترجع على المؤجر. عامة من قاس التاكسي على المساقاة قد أخطأ، والقياس هنا مع الفارق، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب. وفي فوائد مستنبطة سريعة حتى ننتهي، جواز تصرف الوكيل، وجوب إجراء اليهود والنصارى من جزية العرب، لأن سلم قال نقركم ما شئنا وأجلهم عمر، وقد قال سلم قبل موته قال أخرجوا يهود ونصارى من جزيرة العرب. طب إيش بقى اللي خلى المسألة مسألة يهود فقط والنصارى إيش الفرق بينهم بعد؟ ما يهم، المهم إن الحكم واحد. يابا يا حبيبي يا أم يا أخويا، يعني أي حد من اليهود والنصارى؟ إذا كان أهل الكتاب قال أجلوهم، فما بالك بقى بالمجوس والاهل الكفر وعلى الاوثان. هو عامه بقى المساله كلها مساله اجتهاديه. واما جزيره العرب، ايش جزيره العرب؟ بعضهم قال الحجاز فقط هي جزيره العرب، المساله خلافيه، لكن احنا ندخل الفائده الثالثه، جواز معامله اهل الكتاب بيعا وشراء وتجاره.